حلو. طيب نروح على الصعيد الثاني، يعني الفرقة الأخرى الإسماعيلي، ونشوف هما، لأن كان ليهم كذا تصريح، يعني جهاز الفني الخاص بيهم كانوا بيكلموا إن من التصريحات دي اللي لفتت نظري، يمكن أنا وكريم ناقشناها شوية امبارح بس أعرف وجهة نظر حضرتك فيها كابتن أحمد. اتحدثوا إن ربما الضغط اللي على الأهلي واقع في فكرة هنا يعني المنافسة مع الزمالك على الدوري وغيره، وربما ده يصب في مصلحة أصلا اللعيبة النهاردة الإسماعيلي، وإن ممكن ده يكون بيشكل كارت ضغط على الأهلي. دي حاجة. حاجة تانية كان بيتحدث ان اللعيبة في الاسماعيلي لما بيكونوا بيلعبوا مع فرق كبرى بيلعبوا بافضل ما عندهم وغيره غيره من التصريحات هقولها على مع حضرتك على مدار الفقرة، بس النقطة الاولانية تهمني جدا، بتشوف دي ازاي؟ لا طبعا خبرات لعيبة النادي الاهلي اتحطت في الموقف ده كتير. مش اول مرة يتحطوا ان هم عندهم بطولة ومحطين تحت ضغط البونت، لا ده ممكن كنادي مثلا اتحط في الموقف ده، نادي غير النادي الاهلي واول مره يبقى في المنافسه واول مره عايز ياخد بطوله، لكن النادي الاهلي مليء بالبطولات واتحط في الموقف دي كتير جدا، اللعيبه عندها الخبرات ان هي تتحط في الموقف ده وتطلع منه بسهوله جدا. فلا ما عنديش قلق من النقطه دي. نقطه ثانيه مهمه جدا، لعيبه النادي الاهلي بتحب الاداء، الفرق اللي بتلعبها تكون زي اداء نادي الاسماعيلي، بمعنى نادي الاسماعيلي بيلعب جيم مفتوح، لعيبته لعيبه كوره، غير لما تلعب فرقه ادائها الدفاعي ويعمل تكتل، دي بتضايق لعيبه النادي الاهلي. في لعيبه الاسماعيلي اللي بيتفرجوا على الماتش بالظبط، في لعيبه الاسماعيلي كلهم بيلعبوا جيم مفتوح. كابتن ايهاب جلال طبعا خلال الموسم السابقه بيحب من الناس اللي هي بتحب تبتدي الهجمه من تحت، بيحب يلعب كوره كويسه، بيحب يطلع من الهجمه من تحت للتلت الامامي. مع اداء النادي الاهلي والضغط اللي بيعمله هجوم النادي الاهلي دي هتغلط لعيب نادي الاسماعيلي، اللي انا شايف اقل الخطوط عندهم الخط الدفاعي. بعد ما رجوع باهر المحمدي للتشكيل الاساسي طبعا زود تقلهم شويه في خط الدفاع، لكن هم عندهم اخطاء دفاعيه، لكن هم بيمتازوا هجوميا مع مثلا زي شكري نجيب من اللعيبه المميزه جدا السنه دي. عندهم طبعا لعيبه كويسه الاسماعيلي، بس عندهم خبرات قليله لان الفرقه متكونه فيها لعيبه صغيره كتير، في لعيبه اول سنه السنه دي. ويمكن عندهم مشكله تانية كمان كابتن احمد حضرتك تتفق معايا، هم النفس عندهم يمكن يعني الشوط الاول دايما بيبقى اروع من لو احنا تابعنا ماتشات الاسماعيلي، الشوط الاول بيبقى قوي جدا معاهم بس الشوط الثاني بيبقى مستوى اللعيبه بدنيا اقل، ده معروف يعني. ده اكيد بس هم عشان كان محطوط تحت ضغط عصبي للبونت كانوا قلقانين. الاسماعيلي قبل كابتن ايهاب جلال كان عنده عدد النقط كان يعني من الاربع فرق اللي تحت، لكن بعد الوصول دي بتخلي برضو اللعيبه منهجه شويه وتعبانه شويه، خوف قلق. ده بعد ما الكابتن ايهاب جلال والنتائج الايجابيه اللي عملها وعدد النقط الكبيره اللي جابها اللي وصل حاجه و30 بوند دلوقتي، 35 بوند 36 بوند دلوقتي الاسماعيلي، فدي بتخلي اللعيبه خلاص دلوقتي مرتاحين بيلعبوا كوره دلوقتي. كان لو كان مثلا الاسماعيلي كسب ماتش او ماتشين اللي فاتوا كنت لقيته مثلا بيلعب نفسه على المركز الرابع، دلوقتي خلاص هو بيفكر مثلا مركز كويس، هو ال11 حاليا بالظبط كده. دلوقتي بيفكر المركز يتحسن شويه، يفكر او اضعف الايمان يفضل محافظ عليه ويشوف بقى ايه اللي عنده في مشاكل، ايه المراكز اللي فيها مشكله. اي حد في اخر الدوري بالنسبه له بيفكر في كده، بيشوف الفرقه عندي ايه المشكله، انا عندي مركز ايه، عايز ايه السنه الجايه، هو ده اللي بيشتغل عليه نادي الاسماعيلي دلوقتي.